شو بتحكي عني ما بعد العادة عادي جميلة أنا اللي بيغلط مني بالغت فيك زيادة. سلام، معكم أدهم ورجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو قصير، بدنا نفرجيكم منطقة ستودنسكا يا أخوان. منطقة ستودنسكا أحد المناطق اللي تعرضت بقوة لأنها موجودة في منطقة السلطبكة، والسلطبكة أكثر منطقة تعرضت للقصف في بداية الحرب، ولحد هسه دائما تعتبر منطقة خطيرة منطقة السلطبكة. وستودنسكا لها أهمية كبيرة عند الغربية أو المغتربين، لأنها أكثر منطقة شعبية، أكثر منطقة يعني كانوا ينادوها منطقة العرب، منطقة العرب اللي هي منطقة ستودنسكا. فبدنا نفر فيها مع بعض ونشوف مع بعض منطقة ستود، نبدأ فيها من السوق الشعبي تبعها. هسا بفرجيكم إياها إن شاء الله. هاي ستود، نشوف مع بعض احنا اذا لسه فاتح السوق ولا لا، والخضرة والمطاعم. كان في هنا كثير مطاعم عربية ومناطق للأتراك ومناطق للمغاربة، كان في هون ملحمة حتى. شايفين هاي الصور، سبحان الله كله مسكر، لكن في لسه ضايل اعتقد فيها الأوزبكستان، هذول شو بيقولوا لهم، لسه موجودين على الأغلب. هاي الملحمة كنت اشتري منها لحمة، كان فيها، خلينا نشوف مع بعض، كان في هون محل برضه اشتري منه طحينة مسكر، كلها سكرت. حلاقين كان فيها، كله سكر، ما ظل فيها اي اشي للأسف. هذا محل اعتقد هون كان برضه محل تونسي او مغربي، ايوه مطعم مرتب، مطعم ديار بكر، لا كان له اسم ثاني، مسكر. جميع انواع المأكولات والمشاوي، طلعوا منطقة العرب، عرب العادة مكتوب فيها. احنا باوكرانيا يا اخوان، احنا باوكرانيا، للاسف كله سكر. في محل التوبك هون هسه بنشوفه مع بعض، ان شاء الله يكون فاتح. انا جيت قبل سنة لما كنت في خاركوف كان مسكر. وين نجي؟ تعال نشوف هنا. في بس كان في محلات اتراك فاتحة صراحة يعني يا اخوان. هاي التوبك، لا والله فاتح يا اخوان، مش مصدق التوبك فاتح شكله. لا 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 مسكر يا اخوان للاسف. السلام عليكم. وين ربط هيدا التوبك؟ التوبك ما بيشتغلش. عربي؟ لا عربي. كراتشي يا اخوان ما بيشتغل. هاي المنطقة يعني تقريبا العرب انحذفوا منها مثل ما سمعتوا يا اخوان. شو هذا اسطنبول؟ ايوه يا اخوان اسطنبول دونر كباب تركي هذا المحل. نيجي نجرب منه الاكل كمان شوي. والله صيغة اللحمة فيه مش هالقدة صراحة، مش هالقدة، لا ما بحبش انا هاي الشغلات، خطيرة هاي الشغلات، خطيرة يا اخوان. انا الطبق للاسف مسكر، لكن في اعتقد بدي اشوف البوفيت وبعدين بنرجع، بدي كل سندويش. انا اليوم احنا طبعا الجمعة بعد الصلاة مش فاتحين، فبدي اشتري من البوفيت اذا فاتح، يا اما بيتزا يا اما اشي ثاني باذن الله، او بنروح بنجرب الدونر عند واحد منهم. يا الله
هذا محل الخضرة كنت اشتري منه خضرة اللي انتو شايفينه قدام. البوفيت بهذيك المنطقة طلو، وهاي منطقة هاي معجنات العربية. يا رب فاتح، هذا قبل سنة كان فاتح. معقول؟ لا مش فاتح، زدام ارندو. تخيلوا هاي المحلات قبل كانت مشهورة، زدام ارندو. البوفيت فاتح، هذا البوفيت اشهر بوفيت في خاركوف، كل العرب بيعرفوه، كانوا يشتروا منه. هاي بوفيت، والله فاتح يا اخوان، فاتح يا اخوان. جينا على المنطقة الثانية من ستودنس، كالجهة الثانية يعني، قطعنا المترو، رحنا هسا على المترو الثاني، على الجهة الثانية، الجهة المقابلة. وبدي افرجيكم كنيسة جديدة بنوها قبل سنتين ما بعد الحرب، يعني مش قبل الحرب. هاي الكنيسة جديدة ما صلهاش غير سنة واحدة على الأغلب. خلينا افرجيكم اياها. سألت المحلات اللي هنا شو قصة هاي الكنيسة، لأنها شكلها مبين جديد ومرتب وهيك، فحكوا لي هاي كنيسة ولكن ديانة ثانية. شو قصدوا في الديانة الثانية؟ إلكم منكم تعرفوا لحالكم. هاي هي الكنيسة يا إخوان. في صوت موسيقى عربية، أنا مش مصدق. تعال نشوف. لا لا لا، محل شاورما فاتح موسيقى عربية، سامعين معي يا اخوان؟ شو هذا اسمه؟ تانتوني يا اخوان. السلام عليكم براتان، السلام عليكم. موجنا سنيمات فام، موجنا شاورما. دباي بروبين ابي شي شاورما. يا اخوان شكله معلم الزلمة. اوتيتا مايونيز نورمال، نورمال. لا لا لا، تشوت لوك نيت بامدور اغورسي اي اوستري. نورمال. ابيات كودا الزلمة مش سامع، تبنوا يخلص ونسأله. معلم والله معلم. ضغط مني وبالغت فيك الزيادة، شو بتحكي عني ما بعد العادة عادي. ابني جميل انا اللي بيربو. ضغط مني وبالغت فيك الزيادة. جديد. اوه ما شاء الله. نورمالنا براتان، نورمالنا. موجودة؟ لا موجودة. اتليتشنا أوسترانيا موجودة. دا سباسيبا براتان. ما شاء الله براتان. يا اخوان اللي بده يعرف المحل، ما شاء الله عنه، عن جد نار. محل على ستودنسكي، الزلمة كثير محترم، الزلمة كثير محترم. لازم على الأقلية اي واحد في خاركوف يوكل عنده، عن جد قمة الاحترام. ما شاء الله عالفالي. والله رجعت الاستود بهالحلاوة هاي صراحة. ما شاء الله يا اخوان، بجرب الشاورما وبرجع لكم بالفيديو وبننهي. سلام اخوان. بتمنى يعني فرجناكم استود للناس اللي بتشتاق للستود.
فكان لازم افرجيكم اياه. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو الحلو القصير. هحاول اصور لكم كمان اذا بشوف مناظر معينه في الستوك بصور لكم اياها ان شاء الله. وللهون بنكون وصلنا لاخر الفيديو. نشوفكم المره الجاي وبستودنسكا لكن بمنطقه ثانيه. نشوفكم المره الجاي، مع السلامه.